المهم الرياض تحياتي لكم مدام اليوم كيف ما كنعرفو جينا للشاطئ شوف تذكر شوية ولا لا انتوما تموتو والحال وقيلة عرفت هاد المصيد مصيد شاطئ تامري وهذا مرحبا بكم في شاطئ تامري المهم رجع لنا المهم كيف ما تقولوا الاخوان على المونتاج وعلى المونتاج ديال زريقة كيفاش كنصيدوا فيها في هذه البلاد السعيدة عندها واحد المونتاج اللي هو عادي سامبل كيما كنصيدوا عليه يعني ما كتحتاج شي مونتاج صعيب ولا شي تقنية اخرى بحال الناس ديال الشمال انا بوحدو وممكن تستعملوا التقنية ديال الشمال المهم حنا انا كنقول لكم هذه الطريقة باش كنصيدوا هنا انا وكما قلت لكم هنا الزريقة كتكون كبيرة يعني نحاول نغلظوا شوية المهم نبداو بأول حاجة الكسبة 500 متر كالعادة كسبة معتادة الماكينة كنعمروها بال 35 كالعادة 35 هنا من حد الماكينة كاينة واحد الجدورات هنا ديال ال 50 يعني كتجيو ديال ال 50 عقلوا الماكينة عامرها بال 35 حتى لهنا كاين ال 50 50 هو هذا حتى الرصاص ديالنا الرصاص اللي غنستعملوه هو 140 غرام كندير واحد العقيق كما كتشوفوها واحد العقيق باش الميريو ما يسدلناش يعني الدخله ديال الخيط باش لا غادي يكون كوليس نشوفوا لا توش ديال الحوت هذا هو المهم شنو هو الاهميه ديال الزيتونه ولا كما النوعيه ديال الرصاص يعني فاش كتحط كيجي الحوت باش كيكون هنا هاد البلاصه هاد الميريو يعني هاد الميريو واخا كتشوفوه صغير هكا سبيسيالي يعني شي حاجه ناضيه الوزن ديالو 35 كيلو يعني هنا غادي نديرو ترقيعه ديال الصنار يعني غادي نديروها هنا يعني ترقيعه الصنار يعني الحوت فاش يجي يسحب لينا الخيط نحسو بلا توش يعني كيبقى كوليس المهم هذه اول حاجه ثاني حاجه كنجيو الصنارة بي ام سي 02 ولا 03 هنا الخيط اللي غنستعملو ماشي كندير الشركه ولا كندير لها بحال هكا المهم الناس كيعرفوا هذا يعني باش يبان لكم يعني هو 50 ل 50 يعني كما قلت لكم الرياس نهزو المقيس المقيس اين المقيس نهزو منو تقريبا باش نقول لكم هاد حسبو تقريبا واحد جوج سبورة جوج سبورة ونقطعو هنا راه ما كيجيك القضية ديال الرق ما كتشوفو المصافي ولا كيف الداخل ديالو مصافي المهم انا كنقول لكم تجربه هنا الى درتو الرق بالنسبه ليا راكم غتضيعوا شي زريقه هادشي ما كان المهم انا الاغلبيه كان باش كنصيد الرياس المهم غنوريكم الترقيعه سواء كانت حصيله سواء ما كانتش حصيله المهم اهم هو نوريكم الترقيعه طلبوا لي شحال من الرياس وسمحوا لي بعد الفيديو ديال الزريقه الاخر ما نديكمش الترقيعه المهم راك باين السنيه اللي كانت معتمده يعني زريقة كتمشي هنا تال 7 الكيلو يعني انا ما تقولش راه الصحراء راه حتى هنا كتوصل زريقة تال 7 الكيلو المهم هي كنصنعو الرياس كنجيو للميريو ديالنا كندخلو الخيط فقط هادشي اللي كاين بدون زيادة بدون نقصان معتمه
50 يعني رباط الصحي لا بيتي الحد اش اللي كان الرياض تضع استعيمه راه باينه قطع من المستعمل راه باين هو ها هو السلطه على البحر يعني العقريش الرملي او ما يسمى العقربه كيسميه ولا شي حاجه غير دم هو هذا كي عنده سميات بزاف راه باقي حي ما فيه شي عطاطا خطيرين الرياص يعني الطمع على البال حاول ما تحاولوش فرصه عليه راه كيكون كاككم تلقسم قلبوا هذا هكا يعني ما يجي لك والو ولكن رد البال الى تخلي الصناره هذا هناك باش كيحاول اتاكي انتوما راه قبل بسم الله الله اكبر يا ربي تسمحينا هنا حاجه حيه باقي حي كنصيدو الطعم ديال المنطقة راه ما كنصيدوش شي طعم يعني كنشريو الطعم ها كيقول لك الدراري لا خاص ما تقتلهاش لا خاص ديرها في الصنارة حية سوا درتيها ما قتلتيهاش درتيها في الصنارة حية انفا ما كتحركش هي راه كتموت غادي يزيدوها فاسكم انفا راه ما كتحركش راه كتموت يعني راه تجربة ديجا جربنا المهم الرياس ها انتم صعيمه نحاولوا نضربوها شويه ديال الفيل ماجيك الماجيك الرياس يعني فوق تضرب عقربه ما يمكنش انا ندخل تحت الرمله بحال هكا كتكون فراسكم الرياس هذا مكان تحياتي لكم هذه التعيمة ديالنا فيديو هو البلوم ديال 140 غرام حتى 150 غرام هذا 130 غرام صباح صافي ها 150 غرام هذا 130 ولا 150 يلا تحياتي راسي نمشيو نلونسيوها مع الخطا حبيس هنا ثلاث حدية الله يسر الخوت We'll be right back.
الرياض. اللهم بارك. ما عاد تصورات الا الله. ما شاء الله الرياض خاصني الكوبرو ضروري. ضروري باش تعيشوا معايا المتعة. الله الله. ما عادش وصلوا القنبلة لا. نسيت سمعت متعة بشوية بشوية. خرجت. ها انتم الرياض. كيما كنتو ما يعقليش شي حاجة واعرة خيرا كيما كنتو خمسين عكاش الركنة لأن كيما كتشوفو أنا الرياض زريقة يا زريقة مالك كالعادة تحياتي لكم زيرو زو ناخد ترقية
sky.